قصة اليوم قصة شابة اللي كتشاركني حكايتها بالدموع وبصوت مرتعش. كتشاركني أحاسيسها تجاه المجتمع اللي مرحمهاش على أمر ماشي هي اللي مسؤولة عليه ولا حتى هي اللي اختارته. قصة من واقع مجتمعنا المغربي واللي منها بزاف اللي فيها كيعانيوا في صمت. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت غير دايز وقلتي اجي نطلع على هذا الفيديو فتنقول لك مرحبا بك وما كرهناكش انك تنضم للعائله ديالنا. اما اذا كنتي مشارك في القناه فانت من اهل الدار، الدار دارك ومرحبا بك. ما تعطلش عليكم اكثر وخليوني نبدا في قصه حلقتنا اليوم. لنبدا كاسم مستعار لصاحبة القصة غنعطيوها وفاء. كتقول انا وفاء عندي 28 سنة، حليت عيني وسط والديا اللي هما ناس بسطاء ما عندهمش وما خاصهمش، كانوا دايرين فوق مجهدهم باش يعيشوني احسن عيشة. كنا ساكنين في بنت واحد اللي كان جامعنا بثلاثة بينا. بابا كان خدام خدمة على قد الحال ديالو علما انه كبير بزاف في العمر، وكذلك ومثال مع ماما حتى هي كبيرة بزاف. المهم كان عقل واحد النهار في الثالثة ابتدائي كان الأب ديالي كيخدم بالليل وكنا كنتفرجوا في مختفون. غنتصادفوا في واحد الحلقة مع واحد المرأة كتعود على والديها وباللي حتى كبرات عاد عرفتهم. ديك الساعة غادي ندور عند ماما ونقول لها لا كان عليهم يقولوها لها وهي صغيرة، ماما غادي تقول لي علاش. المهم دازت واحد المدة غادي نبقى أنا وماما في الليل وهي تقول لي راه بغيت نقول لك واحد الكلام. قالت لي واش عقلتي على ديك المره فاش كنا كنتفرجوا اشنو قلتي لي واشنو قلتي لي؟ قلت لها اها. قالت لي راه بغيت نقول لك واحد الهضره عليك انت وما عرفتش كيفاش نقولها لك. قلت لها غير قولي. قالت لي حيتاش انتيا خير مربينك وراك ماشي بنتنا وخديناك الصغيره وراك انت اللي عندنا، وراه تيقول لك اللي ربى ماشي بحال اللي ولد حيتاش الام اللي كتربي فهي اكثر حبا من اللي ولدات. كتقول لي وفاء وهي كتعاود لي احداث الحكايه ديالها عافاك غير سمحي لي اذا بنت لك كانت ترعد فيا البكا راه حيتاش ما كنقدرش نقول هذا الكلام. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. قسما بالله اذا نضت عنقتها رغم صغر السن ديالي وقلت لها ماما انا ما بغيتش نعرف شكون والدي الحقيقيين، انا كنعرفكم غير نتوما وصاف. وانا نسكت ولكن داخليا كنت مصدومه ومؤثره وحاولت انني ما نكبرش الموضوع وهذا الشيء غادي يبان عليا في قرايتي، غادي نتراجع في النقاط وحتى حاجه ما بقات كيف الاول. صحيح اني كنت ناشطه وضاحكه في الظاهر كانه شيئا لم يكن، ولكن داخليا كنت واكله العصا، كنت ماشي هي هذيك، ديما دماغي خدام وتفكر في هذا الخبر. المهم حاولت نتعايش معاه ولكن ربي وحده اللي كان عالم شنو كان بيا. سادس ابتدائي واحد البنت كتقرا معايا قالت لواحد البنت وحده اخرى باللي وفاء راه غير مربينا والديها وباللي هذا الخبر هي سمعته من عند والديها. الخبر غادي ينتشر في القسم وما تليتش بغيت نمشي لديك المدرسه حيتاش كلشي بدا تيجي تيقول لي واش بصح انت غير مربينك. ما بقيتش راضيه نبان، ما بقيتش حامله شي حد يشوف فيا بشي نظره ديال الشفقه اولا بشي نظره ديال انسانه مربيه. حنا في الحي كنا قراب من العائله ديال الام ديالي. واحد المره في اولى اعدادي كنت جايه وغادي نتناقش مع واحد البنت قدام الدار ديال خالي وهو يخرج عندي وجرى عليا بواحد الطريقه عدوانيه اللي كل مره كنتفكرها كيضرني قلبي. كان تيقول لي سيري في حالك عليا وما تبقايش تجي لعندنا وكون غير ما جابتكش امك النهار الاول. وكانت دابا هانيه، انا كنت عارفه شنو كان تيقصد حيت الحقيقه كنت عارفها. ديك الساعه غادي نمشي كنجري عند ماما وبديت كنقول لها شنو قال لي. فاش واجهته ماما قال لها انا راني ما قصدت فيها والو. دازت هذه الحادثه وليام غدا وكل سنه كنجح في قرايتي ولكن كيفاش ما عرفتش حيت ما كنتش كنقرا وكان بالي فيه غير شكون هما والديا البيولوجيين. ما عمرني سولت شكون ولا كيفاش حيتاش ما بغيتش نعرف. عاوتاني غادي يدوز واحد الشويه ديال الوقت وفي اولى ثانوي ديالي الحي اللي انا كنت ساكنه فيه كان شي تيعرف شي، وكانت واحد الجاره مدصره مع ماما كتمشي وكتجي لعندها. واحد النهار غادي تشدني هاد الجاره وتقول لي واش باغيه تزوجي. قلت لها لا انا ما بغيتش نتزوج. قالت لي لا خاصك تزوجي حيتاش والدين ديالك راهم عياو وهذه وهذه وهذه. وهي تقول لي وانا بغيت نقول لك واحد الحاجه. قالت لي راه خويا بغى يتزوج. وديك الساعه كانت عندي انا 15 سنه وهو كانت عنده 36 سنه. وهي جبد لي الموضوع قالت لي راه بغيت نقول لك واحد الكلام راه والديك راه غير مربينك. قلت لها راني عارفه. وهي تقول لي راه ماما كتشكى وكتقول بلي انا عييت وما عنديش كيفاش نصرف عليها. ويد وحده وباباك حتى هو عيا حيتاش باش تفهموا اكثر حيتاش الاب ديالي كان من ذوي الهمم. وهذا الكلام بقات كتعاودو كل نهار وانا نقول لها صف انا بغيت نتزوج.
والدي ما فهموا والو. علاش ما علاش انا بغيت نتزوج، علما انني كنت قريبه من بابا بزاف اكثر من ماما، حيت هو كان حنين عليا اكثر من القياس. عمرني حسيت بلي انه ماشي انا بنتهم، عمرني حسسني بلي انني ماشي بنتهم او لا كاين شي فرق او لا غير مربيه، وهذه شهاده حق نتحاسب عليها. عمرني ما حسيت بشي نقص من جهتهم، ولو كان كنت مع والدي الحقيقيين ما كانوش يمكن يديروا لي بحال هكا. المهم هما الله غالب ما ساعدتهمش الظروف باش انهم يوفروا لي شحال من حاجه. والديا ما وفقوش على الزواج، وانا قلت لهم باللي بغيت واصريت غادي يجيو يخطبوني، وعلما انه كانت عندي 15 سنه ما غاديش نقدر ندير العقد، وغادي يقترحوا عليا باش انني نمشي لواحد الجهه تاع واحد المدينه واحده اخرى. بابا غادي يقول لهم باللي لا خليوها تكمل قرايتها، تشد الباك، دير 17 عام وديك الساعه ديروا العقد. كنا عقل ديك الساعه كل مره كانوا يعيطوا ليا ويقولوا لي ديري العقد، واذا درتي راه غادي نجيبوا لوالديك التقديه ونديروا لك هذه وهذه، وبلي هما راه حيا وما حيتهم لهذه ولا هذه. كانوا تيلعبوا لي على هذه الجهه نتاع الوالدين ديالي اللي كانوا كيبقاو فيا. بداو تيشدوني من اليد اللي كضرني، وما بقيتش عارفه شنو ندير. دخت قلت خالي نجلس من المدرسه. واحد الاستاذه الله يرحم ليها الوالدين غادي تقنعني باللي انه ضروري خصني نكمل قرايتي، ببساطه حيتاش كنت انسان عزيز عليها. الناس كتشوفني ضاحكه، وحتى حد ما حاس بيا من الداخل، ولا كيفاش كان عيش، ولا واش كانت كسه، واش عندي شي حاجه في جيبي، حتى شي حاجه. علاقتي مع والديا ما كنتش معذباهم، ما كنتش كنقول لهم حتى بغيت ولا خاصني، علما انه حتى حاجه ما كانت موفره ليا. رغم ذلك كنت نقول الحمد لله، عمرني ما يئس من رحمه الله. كنت ديما كنقول وكنتفائل بلي انه غادي يجي واحد النهار وغادي تبدل كل شيء. واخيرا غادي ناخذ قرار ونقول لهم بلي انني ما قلتش بغيت نتزوج. ماما غادي تنوض وتقولها للسيده، وداك الشخص اللي كنت غنتزوج به غيتلقى ليا، وغادي يبدا يقول بزاف ديال الهضره. واحد اللحظه غادي يقول ليا بلي انا كنت عارفك غير مربيه، ولكن قبلت عليك. غندور فيه وغادي نقول ليه كيفاش مربيه، وباش من حق كتقول ليا دابا هاد الهضره. وانا نقول ليه بلي دابا راك خرجتي معايا العيب، وانا صافي ما قلتش بغيت نتزوج، وهذا قرار نهائي. صافي نض الصداع والمشاكل بزاف بزاف بسبب انا راني ماشي بنتهم. ديما نفس النظره وعند كل شيء، علما انني ما عنديش دخل في هذا الامر، ربي اللي كتب عليا هذا الشيء، انا ما عندي حتى شي ذنب. المهم ما بقيتش تزوجت وكملت قرايتي، طلعت للسيزيام. في الدوره الاولى غادي يموت بابا، وهذا الفقدان غادي يكون صدمه كبيره عليا. عمرني حسيت بالضعف حتى لذاك النهار، حسيت بلي ظهري تقسم وكحلت الدنيا في عينيا، ما بقيتش كنقدر ندير شي حاجه ولا حتى نفكر، حيتاش اللي كان هازنا انا وامي مشى. شكون غيصرف علينا؟ شكون غيديها فينا؟ وشكون يخدم علينا؟ صافي كلشي تبلوكا عندي. ولات ماما كتخرج تخدم عند الناس في الديور، واخا كبيره في العمر انا كنعاني، واخا هكا كنمشي نقرا، وفي الويكاند كنمشي نخدم في المعمل، نخدم نجفف، نخدم نصبن، ما خليتش اشنو خدمت ولكن حلالا طيبا. هادشي كله غير باش نلقاو باش نعيشو ونخلصو كراتنا والاحتياجات ديالنا. داك العام ديال السيزيام تخيلوا قريتو بلا كتوبه، كيفاش نجحت فيه والله ما عرفت. كانت بنت خالي كتقرا معايا في نفس المستوى ولكن في قسم مختلف. ديك الوقت فاش الاساتذه كانوا تيجريو عليا على ود المقررات والتمارين، كنت نمشي لعندها ونطلبها عافاك خلي لي المقررات ديالك. كانت تقول لي بلي راه بابا تيقول لنا اللي هو خالي باش ما نخليوهمش ليك، كتقول لي بلي انا ما نقدرش نعطيهم لك، رغم هذا غادي نجي في الجهه 11 كيفاش غادي ندير لها؟ مره اخرى ما عرفتش. غادي نطلع الباك، والصيف قبل منه غادي نخدم في الديور. كنمشي مع ماما كنشوف اي وحده محتاجه نصب ليها واللي بغات تخمل وندير ليها الشغل وتعطيني شي بركه. جات القرايه. في الدوره الاولى كانوا عندي شي حلقات ديال الذهب كنشراهم ليا بابا الله يرحمه، وكانوا عزاز عليا بزاف. كان واحد العرس تاع واحد السيده من العائله غادي نمشيو نحضروا ليه. واحد خالتي غادي تقول ليا خليهم عندي، خليتهم عندها على نيتي على اساس انه قنعتني بلي انني دايره انا الحجاب وما غيبانوش، وهي ما دايراش نسلفهم ليها تحضر بهم بيد ما تسالي المناسبه. قالت لي غير سالي العرس غادي نردهم لك. قلت لها واخ. من بعد سال العرس دازت يومين، من بعد النهار الثالث مشيت لعندها قلت لها عافاك خالتي وبخيت دوك الحلقات اللي خليت لك. خرجت في عينيها وقالت لي راني عطيتهم لك. بس نبكي عليها وقلت لها لا حشومه عليك رجعيهم لي انا مزوقه، راه داك الشيء اللي بقى لي من بابا وراهم حزازين عليا. خرجت في عينيها وقالت لي عطيتهم لك، شوفي انت فين درتيهم ولا فين بعتيهم. حدي قلت لها والله ما نسمح لك. وهذا الحوار كامل كان داز عندها في الدار وسط بزاف ديال الناس اللي كانوا مجموعين. من بعدها غادي تقول لي
والله شاهد على هذا الكلام اللي قالت ليا سيريا الملقطه يلي ما عارفه حتى والديك فين راهم. هذوك الناس راه غير داروا فيك الخير وجابوك من الطار وديال الزبل. حاشاكم سيري، راه ما فيكش الخير، ولو كان عرفوا فيك الخير ما كانوش غادي يلوحوك. فهاد اللحظه صاحبه القصه كانت كتبكي بحرقه وكتقول ليا قتلاتني لما قالت لي هذا الكلام. خرجت من عندها والشطه كطيح وانا تنبكي، وخير غدا وما عارفاش في اللي يحرج لي، وتنقول غير يا ربي صبرني يا ربي صبرني والله ياخذ الحق. وما زدت على هاد الدواء حتى شي حاجه وما نقصت عليها. هاد خالتي اللي اذتني بهذا الكلام كانت معززه عندي في قلبي في شكل، وشحال شقيت ليها وتسخرت ليها وعاونتها وعمرني حاولت نخسر لها الخاطر، ولكن في الاخير صدماتني بضربه قاضيه. من بعد هاد الصدمه غادي نمشي من جديد لعند ماما ونقول لها شنو كاين، قلت لها شنو قالت ليا وها شنو قالت ليا. بقيت كنبكي ولكن ماما ما قالت لي حتى شي حاجه، قالت لي غير خليها الله ياخذ فيها الحق. ما نكذبش عليكم كنت باغا ومحتاجه باش انها تمشي عندها وتقول ليها علاش قلتي لبنتي هكا، ولكن ما شفت حتى شي رده فعل. قالت لي بلي وفا خصك تصبري وصف، غادي نقطع علاقتي معها وما بقيتش كنمشي عندها للدار، وحتى من نشوفها ما بقيتش نقدر نشوفها، كرهتها. غادي ناخذ الباك وحتى هو غادي نشدو، ونعاود ناكد لكم بلي كيفاش درت ليه ما عرفتش. عن نفسي تنقول بلي هذيك القدره ديال مولانا، حيتاش ما كانوش عندي مقررات، ما كنتش كنحفظ ولا حتى تنوجد. وفي المقابل هذيك بنت خالتي اللي كنت كنطلبها على الكتب ما غاديش تنجح، وهنا غادي يبداو عاوتاني صراعات من نوع اخر. تخيلوا حتى شي واحد ما سمعتو قال لي مبروك ولا موني فوجي علاش انا نجحت وديك بنت خالتي ما تنجحش، وما دوري في هذا. المهم طلعت لافاك وقررت باش انني بغيت نقرا، حيتاش واخيرا فهمت بلي انا حتى شي حاجه ما غادي تنفعني من غير وراقي من غير قرايتي. غادي نخدم في واحد السوبر مارشي اللي معروفين في المغرب، وفي نفس الوقت كنت نقرا. غادي ننجح في كاع لي موديول السيمستر الاولى الثانيه الثالثه، وصلت للرابعه وغادي نبدا كنتقاتل معاها، ولكن غادي يجي واحد ولد عمتي اللي كانوا غابرين شحال هذه وقلبوا عليا حتى جاوا وشوفوني. مره غاديين جايين، واحد النهار غادي يمشي لماما ويقول ليها بلي بغيت نتزوج بفلانه عليا انا، ولكن بشرط واحد، تجلس من القرايه وحتى من الخدمه وانا نخلص لكم الكره بيد ما نتزوج بها وتجي انت تسكني معانا. المهم ماما حتى هي ما غتبقاش تخدم، وانا من جديد عمر لي دماغي بالزواج، وانا ساهله انني نتكيد حيتاش ما كاينش اللي يوريك ولا يفهمك ولا ينبهك، ما كاين غير التحطيم، وعمرهم يبغيوك تكون احسن. المهم صافي هضرنا، قال لي عتقلتي من القرايه واللي حليتي عليها فمك غادي نوفرها لك. وبما اني انه كانت وقعات لي نفس القصه مع داك السيد الاول وعيرني، فانا ما بغيتش تعاود نفس السيناريو، غادي نقول ليه انت راك عارفني. قال لي عارفك وانا بغيتك بحال هكا. غادي ندوزو الخطبه وبدينا كنجمعوا الاوراق باش اننا نتكاتبوا. في هذا الوقت دارهم كانت عندهم واحد المشاكل مع الاخت ديالو ما كيدويوش معاها، فبدات كدور في العائله الهضره ديال انه فلانه غادي تاخذ فلان، هي غادي توصلها هذه الهضره وغادي تمشي تقول ليه علاش بغيتي وفاء وهي هذه وما هذه وهذه وهذه. هو ما تسوقش وبقى شاد في الوعد ديالو معايا، غادي تجي عندي وتقول ليا تفرقي لي على خويا وانتي راكي غير ملقطه وسيري قلبي على والديك وانتي هذه وهذه وهذه، وبدات كتسب. انا شنو ذنبي حتى كنسمع هذا الكلام؟ انا ما قلتش لهاد السيده ولديني ولوحيني، انا ما اختاريتش نتولد في وسط الظروف. تألمت وتظلمت وتكسرت بدون شعور، غادي نجري عليها وغادي نعيط لخوها اللي هو خطيبي وقلت ليها شنو كاين واشنو كاين واشنو كاين. قال لي خليها كدوي انا باغيك واخا يطرى اللي يطرى. هي فاش شافت بلي انه الكلام ما نفعش غادي تلتجأ للشعوذه والسحر، والسيد اللي كان باغيني ومواعدني والحب والمستحيلات غادي ينوض بين ليلة وضحاها، ينوض بيني وبين الصداع والمشاكل، لدرجة أنه غير كنقول شي حاجة تيقول لي معذر اختي راه قالتها فيك، ولا تيقول نفس الكلام ونفس المعيار ديالها بلي أنا ملقطة وبلي أنا جاية من الحرام، وزيد 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 وزيد. خرجت من لافاك طموح مشى، طاقة الإيجابية مشات وما بقيتش حاملة شي حاجة، ولات نقطة الجحيم ديالي غير هي انتي راك مربيه. حتى وليت كنقول هاد السيده اللي ولدتني يا ريت لو كان قتلاتني عوض انها تعطيني ولا ترميني، ولكن ما تعيشنيش في هاد الجحيم اللي انا فيه، خلاتني وانا كنتعذب، لا مجتمع تيرحم ولا ناس كتطبطب ولا قلوب كتحن. تنبكي بالليل والنهار وتنقول علاش انا علاش انا. خرجت من لافاك وفرت كنار الرمانه 15 يوم قبل العقد، ورجعت لي حوايج وذهبوا وكل حاجه جات من عنده. غادي نمشي نخدم في واحد السوبر مارشي لمده 6 شهور وغادي نخرج منه وغادي نمشي لمحل واحد اخر. حتى عييت وليت كنشوف راسي كنخدم وندمر غير باش انني نخلص الكره
والماء والضوء. ما انا بحال البنات اللي كيخرجوا كيلبسوا كيسافروا كيتهلاو في حالتهم، معيشه حياتي كيف بغيت، وكل ما حطيت راسي على المخده كنشوف القصه نتاع حياتي بحال شي سينتا ديال فيلم كتعاود. ماما كبرات وعيات، فيها القلب وفيها الضيقه، ومقطعين ليها شي حصاب في كتافها، ويلا ما خدمتش ما كاينش اللي يخدم، وما كاينش منين نجيبو طرف ديال الخبز، كاينش اللي يدق علينا وما كاينش اللي يرحمنا من غير مولانا. وضروري انني لما كنمشي للعائله يلوحوا ليا شي معنى ولا شي حاجه مباشره اللي تضرني في خاطري. وليت نخدم برا ونخدم في الدار، رغم ذلك تنقول لراسي لا ما عييتش، وهادشي اللي عطى ليا مولانا وانا راضيه به ومتقبلاه، وكنقول بلي انه غادي يجي واحد النهار وغادي تبدل حالتي وغادي يجازيني مولانا على هذا الصبر اللي صبرته. غادي نجمع راسي من جديد وغادي نقرر باش انني نتقيد في السونتر، وفي نفس الوقت غادي نمشي نخدم في ماكدونالد حيت كانت عندي فيه غير نص نهار، والسونتر حتى هو كانت عندي فيه غير نص نهار. بقيت غدا بحال هكا ومقاتله مع الوقت، وما عندناش وما خصناش. عيد الكبير ما تنعيدوش، كنسدو علينا وكتجينا عادي، وما كاينش اللي يفكر فينا واش خصنا واش معيدين. كنلقاو الخير في البراني، وحرام واش نلقاوه في اللي قريب منا، واخا تحت ما قريب مني. خدي ديبلوم ديالي وغادي نبدا ندفع للستاجات، ومع الخدمه في ماكدونالد فيها تماره غادي نخدم في واحد المدرسه كسكرتيره. كنشد المواعيد وكنتخلص بواحد البركه اللي ما دايره ليا حتى شي حاجه، عاد زيد عليها الترونسبور. خدمت لمدة 3 شهور، من بعد غادي نخدم 6 شهور في الكابلاج، هما اللي كيديوني وهما اللي كيجيبوني. واخا التمارة ديال بصح الحمد لله عليها، كنت كنشد واحد الصريف كافيني واحد شوية. المهم غادي نخدم من بعد في واحد الشركة اللي قريبة للدار بزاف، ودير ليا واحد الثمن اللي زوين، كنت غادية مزيان، حتى غادي نمرض واحد المرضى خايبة وغادي نفتح. فهاد اللحظة كنت نقول يا ريت لو كان تجي العائلة تطلع ليا، واخا كنت عارفه بلي انهم ما تيحسبونيش منهم، ولكن المهم ما غادي يجي عندي حتى شي واحد وما غادي يسول فيا حتى شي واحد. تخيلوا معايا فين ما كانت شي مناسبه كنت انا السباقه كنمشي عندهم ندير لهم الشغل واي حاجه خير باش يضحكوا ليا في وجهي، ونحس براسي بلي حتى انا بالوجود ديالي ما عنديش حتى شي واحد، واخا كاينه الام ديالي كنحس براسي برانيه. تنقول خير الله يسهل عليا في شي زوج على ما نحط الراس ويقبلني كيف ما انا، وما يقولش لي نفس الهضره اللي كبرت بها، انت عنتيا غير لقيطه ومجهوله ومربيه. حيت ما نكذبش عليكم، ماشي مره ماشي زوج غادي يجيو يخطبوني من مورا هاد الشيء، ولكن دغيا كيتبدلوا وكيعايروني. مالي انا؟ شنو ناقصني؟ شنو خصني؟ ماشي انا اللي خسرت الماضي ديالي. واكثر من هذا كنتمنى انني نولد شي طفل نحس بلي انه عندي شي حاجه ديالي، حيتاش لدابا كنحس براسي تايهه وسط هذا الكون وما كنتمي لحتى حاجه ولحتى حد. وهذه هي قصتي مليئه باحداث جارحين واحد اخرين، ولكن فضلت انني اختصر، وانا حامد الله وشكره وما كني اسم من الرحمه ديال مولانا، ولكن ضروري ديما دماغي كيسول علاش كنسمع هاد الهضره وشنو ذنبي وشنو الهدف من هاد الاشخاص اللي كيجرحوني. تقدروا تسولوا على ماما البيولوجيه، عندي واحد الانسانه من العائله اللي خدتني من عندها كتبدا تقول لي مره واو سبحان الله كتشبهي ليها، ولكن انا بغيتش نعرفها وما مستعداش، حيت تنقول القطه وما كتلوحش ولادها وكتبقى شادهم ما بين سنانها وما كتفرطش فيهم وما كتخليهمش في العذاب. انا حتى واحد ما حاس بيا وغير كيدوي وصاف، انا حاليا ربي اللي عطاني الصبر حتى يفرجها. كتقول وفاء العبره من قصتي هي كالتالي، البنات ما تحاولوش تغرب بالعلاقات اللي كيطيحوكم في شي غلط وتجيبوا لحياه اطفال مظلومين ما دمهم والو، يبقاو عايشين بافكار مسمومه من قبل واحد الفئه من المجتمع. واذا شي وحده جاب الله وغلطات وكتب عليها المكتب ما تفرطش في الحيمه ديالها، واذا شي وحده بغات تربي من الاحسن انها تامل المستقبل ديال هذا اليتيم اللي ناويه تحسن به. وهذه هي كانت قصتنا اليوم. أما عن دوري لكل طاغي ولكل ظالم، لكل من لا يحسن بجبر الخواطر، قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، اتقوا الظلم إنه ظلمات يوم القيامة. ولكل مظلوم تذكر بلي أنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. خصوصا لكل مسكين كيعتقد بلي ضعف المظلوم ما يقدرش يشكي او لا ينتصر لنفسه، ما فراسكمش بلي انه اذا عجز المظلوم في الدنيا باش انه ينتقم منك وقال عليك غير حسبي الله عليك، راه المعامله ترتفع من محاكم الدنيا الى محكمه قاضيها اللي هو مولانا رب العالمين، لقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم
تشخص فيه الأبصار. ما تنسوش كدائما وأبدا أنكم تخليوا الوفا كلام طيب جميل يرد فيها الروح، يجدد لها قلبها ويجبر البخاطر ديالها. محتاجة تسمع كلام جميل. نقول لكم تلقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا لاستماعكم، وشكرا لإخلاصكم أيضا، وشكرا للحب ديالكم. حافظكم الله ورعاكم، وتلقوا في حلقة مقبلة. سلام سلام.